صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 81 لسنه 2019 باعاده تنظيم معهد الاداره العامه وجاء في الماده الاولى يعاد تنظيم معهد الاداره العامه وذلك على النحو الاتي مجلس الاداره ويتبعه مدير عام معهد الاداره العامه بدرجه وكيل وزاره وتتبعه اداره الموارد البشريه والماليه اداره التعليم والتطوير اداره الاستشارات والبحوث إدارة التقييم، إدارة تطوير الأعمال، وجاء في المادة الثانية: يلقى المرسوم رقم 29 لسنة 2013 بإعادة تنظيم معهد الإدارة العامة